وصلنا لليوم الخامس من تحديات سقوط التلج او تحديات الكريسماس مثل ما بيقولوا عليها، فان شاء الله رح اشرح لك تحدي يوم 22 او التحدي الخامس من تحديات الكريسماس. بعد منا بدنا نحكي شغله اللي طلعت بالاعلان الخاص بالفهد الاسود والحزمه الجديده، ظهور ماده وظهور بعض السكنات الغريبه رح نحكي عليها ان شاء الله بنهايه هذا المقطع. فاذا انت اول ما عندك شاهد فيديو على القناه يا ريت تشترك تفعل زر الجرس تحط لايك تكتب كومنت حلو ليوصل لكل مكان، وكود دعم بالاتم شبني ومتسعد زهر امامكم بتشكركم على الدعم فيه. ويلا مع بعض، فلا والله بسكان الطابه الارضيه وفيديو جديد. بالنسبة لتحديات الكريسماس انا شارحهم كلياتهم فيديو مفصل بتلاقوه بالوصف او بتلاقوه عندي بالقناة، فوتوا شيكوا عليه لو حابين تعرفوا كل التحديات من هون لاخر تحدي. ولكن ان شاء الله رح نركز على تحدي الخامس اليوم اللي هو تحدي يوم 22 ديسمبر، رح نحكي عليه بشكل مفصل ورح يكون واحد من اثنين من التحديات. بالنسبة لتحدي يوم 22 ديسمبر ويوم الخامس ان شاء الله من تحديات سقوط التلج او الكريسماس، رح يطلب منك شغلتين، واحدة من التنتين لازم انت تنفذه. هذا التحدي بيجي منه عبارة عن خانتين ستيج 1 وستيج 2، فممكن يجي عبارة عن تحدي واحد وممكن نيجي التحديين مع بعض. بالنسبة للتحديين اللي حشرح لكم اياهم بتقدروا تساوون بنفس المكان. هذا التحدي تبع يوم 22 ديسمبر رح يكون الاول اللي هو عبارة عن انك انت تسوق الطيارة لمدة 5000 متر لحتى تخلص هذا التحدي. هذا التحدي بيطلب منك انك انت تروح على هدول الاماكن اللي ظاهر امامك، هدول الاماكن الجداد اللي بتلاقوا فيهم الطيارة. هون بتلاقوا مثلا 3 طيارات بكل منطقة، كل عليك انك انت بتاخذ طيارة وبتروح بتسوق هاي الطيارة لمسافة 5000 متر، الموضوع بسيط جدا، مثل ما ظاهر امامك، بتركب طيارة وبنحسب لك بكل جيم وكل سفرية بالنسبة للطيارة بنحسب لك كم متر. يعني لو دخلت جيم وسافرت فيها 2000 متر بتفوت الجيم اللي بعده بتسافر فيها 2000 متر، بعد منها بتسافر 1000 بينحسب معك. هي اسمها سفر لانه هيك بالنسبه للعبه فورتنايت، انك انت تمشي بالطياره معناها انك انت تسافر بالطياره. وبالنسبه للتحدي اللي بعده المتوقع يجي، بيطلب منك انك انت تدمج 250 دمج بالمناطق الجديده الموجود فيها الطياره، يعني الاثنين تقدر تساويهم بنفس المكان. كل عليك انك انت بتنزل باحد هدول المناطق اللي ظاهرين امامك على الخريطه، تاخذ اي سلاح وبتروح بتدمج اي شخص كان 250 دمج لينحسب لك هذا التحدي. هدول التحديين الاثنين بالنسبه ليوم 22 ديسمبر او التحديات الخمسه من تحديات الكريسماس. بيطلب منك هالشغلتين، يا اما بتختار هي يا هي، يا اما رح يطلع لك تحدي واحد من اصل هدول التحديين. هدول التحديات رح تاخذ منهم هدول الاشياء اللي ظاهره امامك، فشوف انت التحديات عندك بالنسبه ليوم 22 ديسمبر لحتى انت تعرف اي تحدي منهم بتقدر تساويه بكل بساطه. هيك بنكون شرحت لكم التحدي الخامس تبع يوم 22 ديسمبر. ظهور مادس وسكن ستيف بهذا الاعلان يا شباب، هذا الشيء اللي خلى الناس كلها تتساءل، هل مادس فعلا مات من وقت السيزون الجديد وقت ايام المي كترت واكلوا القرش لمادس؟ هل ممكن مات هو ولا موجود؟ لانه وقت ايام الهالوين طلع معنا مادس على شكل شبح، والشبح معناته انه هذا الشخص ميت، فهو فعلا طلع معنا بشكل شبح، والسلاح تبعه الدرام جان نزل معنا بشكل مختلف عن الدرام جان اللي احنا متعودين عليه. فهل مادس بيكون فعلا ما مات وموجود معنا باللعبه؟ لانه ظهر معنا بالاعلان تبع اليوم اللي نزل بالحزمه الجديده تبع مارفل تبع الفهد الاسود والسكنين اللي ظاهرين امامكم. نزلت عندي بالقناه الايتم شوب، انا يوميا بنزله، وانت حابب تشوف الايتم شوب يوميا بنفس الوقت بينزل. فانا هذا الموضوع كتير استغربت منه، انه اشمعنى مايدس طلع بهذا الاعلان، وهذا الاعلان طلع فيه كل السكنات الموجوده بيناتهم سكن ستيف اللي نحن بنعرفه اللي هو تبع الوكاله اللي بده يحمي الزيرو بوينت من التدمير. فشو رايكم بالتعليقات؟ اكتبوا لي تحت، هل ممكن مادس يكون لسه عايش وبيكون له ايد بالسيزون الجديد وبالسيزونات بشكل عام؟ فلا تنسى كود دعم بالاتم شوبني موتس على زار امامكم. هيك بنكون وصلنا لنهايه مقطعنا، وبتلاقوني بس مباشر يوميا يعني على الفيسبوك او على اليوتيوب، لسه ما قررت، ولكن الثابت عليه اللي هو برنامج الشرط تبع تيم سبيك اللي انا داخل فيه. فاذا حابب تفوت على الشرط وتشوفني لايف يوميا فوت على الشرط على اللايف، بتلاقيني دائما فاتح لايف. كود دعم بالاتم شوبني موتس وبرعايه الله.